كابتن سعد فاروق المدير الفني لفريق منتخب السويس، بنتابع الهدف اللي تم تسجيله امبارح لحسم هذه المباراة والصعود إلى الدورة الرباعية. صباح الخير على حضرتك يا كابتن سعد، وبنبارك لكم. صباح الخير يا استاذ مريهان، الله يبارك في حضرتك. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقنا المكسب امبارح الحمد لله. بكل تأكيد احنا بنبارك لكم، ولكن ما زال الحديث بقية الحقيقة. يعني الدورة الرباعية دي من المؤكد ان هي هتكون ليها صعوباتها، وبالرغم ان انتوا بتلعبوا ماتشات كتيرة جدا والتنافس شرس وممتع جدا جدا، على عكس ان احنا بنشوف توقفات كتيرة فيها الدوري المصري او دوري نايل، احنا عندنا استمرارية وشايفين ماتشات ممتعة جدا. فتعليق حضرتك على المنافسة في دوري المحترفين بشكل عام، قبل ما نتكلم بقى بشكل خاص عن منتخب السويس الموسم ده. طبعا دوري المحترفين السنه دي يعني واضح ان هو دوري قوي جدا. الفكره كانت فكره جيده ان يبقى في دوري محترفين، المنافسه شديده جدا. طبعا الناحيه الماديه ما كانش افضل حاجه بالنسبه لدعم الانديه، ان بصفه عامه تجربه ناجحه ونتمنى استمرارها بشكل كامل، ان هي افضل حاجه. اي نعم القرار فيه الناس اتضرت منه وفي ناس انتفعت منه، بس اعتقد لصالح الكوره ان يتم استمرار الدوري المحترفين عشان يبقى فيه الفريق اللي يصعد الدوري الممتاز يبقى فعلا فريق عن جداره واستحقاق. ونتمنى ان الموضوع يبقى يزيد في النواحي الماديه والجماهيريه الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. طيب مشوار منتخب السويس بشكل عام الموسم ده، تعليق حضرتك عليه ووصولا للدوره الرباعيه اللي هتكلم بقى معاك فيها يعني عنها بشكل مفصل كاستعدادات، لان هم هيكونوا 6 لقاءات لان المواجهات هتكون رايح راجع، فبرضه اتكلمنا عنها، ولكن وصولا لهذه المرحله المشوار بتقيمه بشكل عامل ازاي؟ طبعا يعني طبعا اول حاجه اكيد بعد كابتن ايزيد فريد اسم كبير في السويس ومصر، راجل مدير فني كبير. جيت اخر مباراه في الدور الاول كان الفريق كان كاس موسيقيه، 4 فرق بتنافس على بطاقه التاهل. جينا الحمد لله اشتغلنا مع فرقه من اخر مباراه في الدور الاول حتى الان الحمد لله بقى عاملين. كان يعني الهدف كان واضح كل الفرق ان هو تذكره الصعود للمحترفين ثم التاهل للدوره الرباعيه، فكان الحمد لله اشتغلنا في كل الاتجاهات. اي نعم الناحيه الماديه عندنا محدوده او يعني متوسطه، بس كان في اهداف ثانيه كنا بنشتغل عليها، الناحيه ازاي ان احنا يبقى لنا مردود قوي جدا عشان نعوض اي فوارق، الناحيه التنظيميه، الناحيه البدنيه، الناحيه الذهنيه. كان في حاجات كثيره جدا اشتغلنا عليها تساعدنا ان احنا الفرقه المنافسه كانت في مجموعتنا، وماتش امبارح فرقه قناه الاسماعيليه عندهم مردود عالي جدا جدا في كذا اتجاه، كان ناحيه ماديه وحاجات تحفيزيه جامده جدا في فرق بيننا وبينهم. فاحنا كان عندنا يعني بعض النقاط الاخرى اللي احنا ممكن نشتغل عليها عشان نقدر نواكب الحدث، عشان كنا احنا طموحنا عالي جدا ان احنا نوصل للمرحله ديت وكنا مصدقينها والله يا استاذ مريهان. فالحمد لله ان احنا وصلنا لها. طبعا قابلنا بعض يعني المواقف الصعبه في بعض المباريات مع المريخ في بورسعيد، مع نادي العبور الماتش اللي كان الحاسم في الصعود، كل دي كانت مطبات، بس الحمد لله كان عندنا الاستعداد النفسي ان احنا نتحط فيها وقدرنا الحمد لله ان احنا نتعامل معاها. بالظبط. وماتش يعني ماتش امبارح برضه كان ماتشات مفصليه اللي هي يعني كانت مؤثره جدا جدا. يعني الحقيقه حضرتك بتتكلم عن الموارد الماديه اللي ممكن تكون متوسطه عندكم، ولكن بالرغم من ده كان في حرص من اداره النادي ان هي تكون بتعمل دوافع كده على المستوى المادي للاعبين، فالى اي مدى برضو شايف ان دي ممكن تكون حاجه مؤثره، يكون في مكافآت بيتم الاعلان عنها في حال تحقيق الاهداف اللي محطوطه من قبل الاداره؟ والله يا استاذ مريم، رغم ان فعلا الناحيه الماديه مش يعني متوسطه، بس برضو الناس بيحاول سن اداره النادي الحاج اسامه الموشي رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره المهندس معتز والحاج حماده وكل اعضاء المجلس اللي بيساهموا من جيبهم الخاص، بنحاول ان احنا كلاعيبه وجهاز واداره عارفين ان احنا دي ظروفنا. فاحنا بفضل الله في تعاون يعني، وكان في انكار للذات ازاي ان احنا نمشي بشكل يعني على قد المواد اللي عندنا، وفي نفس الوقت ما حدش بيبخل بحاجه. والحمد لله بعد ماتش العبور وقبلها بثلاث ايام حضرتك في موضوع ان الجمهور يساهم ان يعمل مكافاه للاعبين، دي حاجه استشعار ان اللعيبه لازم تحس ان لا ان النادي واقف جنبكم سواء بقى جمهور او اداره، لان احنا مش قادرين نواكب الفرق الاخرى في الناحيه الماديه. فدي كان ليها مفعول للسحر الفتره اللي فاتت ديت، وكان من ضمن اهدافنا ان احنا نصعد للدوره الرباعيه
لتكملة الحالة الجميلة جدا اللي احنا عايشينها دلوقتي نتيجة الانصهار الكامل من كل أهل السويس بقى، مش هقول بقى إدارة ولا لاعبين، لا كل الجمهور والناس كلها رجالة شعبية وتنفيذية كل الوقت متفاعل بفضل الله إن احنا نكمل ونحقق البسمة الحلوة لأهل السويس، والحاجات دي كلها نتائج إيجابية بتفرق جامد جدا. وإذا كان في تقصير في بعض الوقت الناحية المادية أكيد الفترة الجاية في تحسن فيها، كله بيسرع إن هو يعمل افضل حاجه الفتره اللي جايه، والحمد لله مكسب امبارح يساعدنا ان شاء الله باذن الله. احنا نتمنى لحضراتكم كل التوفيق، والدوره الرباعيه اكيد هتكون صعبه ولكن ممتعه جدا، وهنكون اكيد بنتابع شكل منتخب السويس فيها، فبتمنى لحضرتك التوفيق فيها الايام القادمه ان شاء الله. يعني الفريق الافضل يكون بيصعد، ولكن احنا فخورين بكل الانديه اللي موجوده فيها دوري المحترفين اللي بتجتهد وتتحدى الظروف، مش بس ماديه، في ظروف كتيره جدا وعوائق كتيره جدا منطقي ان هي تكون بتقابل الانديه اللي موجوده في دوري المحترفين، وبالرغم من ده بيحاولوا وبيجتهدوا وبيحاولوا يكونوا بيقدموا كرة ممتعة وبيوصلوا لأهدافهم. وتحية طبعا لجمهور السويس العظيم جدا جدا اللي كان بيدعم الفريق، مش بس على مستوى التشجيع كمان على المستوى المادي، ودي حاجة عظيمة يعني تدرس يعني في كتب المشجعين وفي تاريخ المشجعين اللي قدروا ان هم يكونوا بيصنعوا فارق مع أنديتهم. فتحية طبعا للجمهور السويسي العظيم جدا جدا، بشكرك شكرا جزيلا كابتن سعد فاروق المدير الفني لفريق منتخب السويس، كان معانا عبر الهاتف بعد تأهل الفريق رسميا للدورة الرباعية. ومنافسة هتكون شرسة جدا جدا ما بين 4 أندية للانضمام إلى كلا الفريقين اللي ضمنوا بالفعل التأهل والصعود إلى دوري نايل، بتروجيت وغزل المحلة هيكونوا موجودين معانا الموسم اللي جاي، ولكن مين اللي هيكون بينضم إليهم ده اللي هنكون بنعرفه بإذن الله في الفترة القادمة.